عليكم السلام. اي احنا ما نقدر ننتظر الطلاب عزيزي، يجون الطلاب يلتحقون بينا، فأنا منتظرهم 6 دقائق والفيديو موجود، يرجع للفيديو مو صحيح؟ عليكم السلام. زين، فنرحب بكم بداية المحاضرة الأسبوع السادس تقريبا احنا هسه في مادة ميكانيك التربة، وهذه المحاضرة راح تكون الجزء الثاني بالاناليسيز اند كلاسيفيكيشن اوف سويل، وهذا البارت ايش راح ناخذ به؟ الاندكس بروبرتي اند سويل كلاسيفيكيشن. اخذنا بالبارت الاول سويل فيس ريليشن شيب اللي هي متعلقه بالكثافات، الكثافه الوزنيه، الكثافه الكتليه، ما يسمى بالفويد ريشيو، نسبه الفراغات، البوروسيتي، المساميه وغيرها. وهذا الجزء راح ناخذ الاندكس، المؤشرات اللي تستخدم بتصنيف التربه وتصنيفات التربه المختلفه والتي قد تستخدم بواسطه وسط المهندسين المدنيين او مهندسين الزراعيين. فالهدف الاساسي من هذه المحاضره هي classify soil using unified soil classification system USCS، استخدام التصنيف الموحد لتصنيف التربه. فالعناصر الاساسيه اللي راح تكون بهذه المحاضره هي جزء اول راح يكون الاندكس بروبرتيز، جزء ثاني راح يكون السويل كلاسيفيكيشن. طبعا راح نظل اغلب مده المحاضره راح تكون على الاندكس بروبرتيز. بالنسبه للاندكس بروبرتيز راح تكون بها 3 اجزاء رئيسيه. الاول هو بارتيكل سايز ديستريبيوشن، التوزيع الحبيبي للتربه اللي راح يكون بسيف اناليسيس والهايدروميتر تيست. سيف اناليسيس هو التحليل المنخلي للتراب الخشن عاده، والهايدروميتر يستخدم عادة للتراب الناعمة، وطبعا راح ناخذ بعدها الجريدنج كاركترستكس. إذا نقول الويل جريدد سويل اللي هي تكون تراب بأحجام مختلفة، راح يكون بيها سيلت وساند وكرافل وغيرها، وعندنا اليونيفورم سويل أو بورلي جريدد سويل اللي راح تكون من حجم واحد، وعادة تكون هذه التربة مفككة وليست كثيفة. الشيء الثاني هو الريليتيف دينسيتي أو ما يسمى بالدينسيتي إندكس، مؤشر الكثافة أو الكثافة النسبية، واللي أيضا يستخدم بالنسبة للتراب الخشنة. الشيء الثالث هو الكونسيستنسي ليميتس، ويستخدم عادة مع التراب الناعمة، ما يسمى بحدود التربيرك ليميتس، واللي بيها الليكويد ليميت وبلاستيك ليميت شرينكج ليميت. الجزء الثاني راح يكون السويل كلاسيفيكيشن، وراح يكون عندنا أول تصنيف هو الترينجولار كوردينيت سيستم، واللي طوروه United State Department of Agriculture، وزارة الزراعة الأمريكية الولايات المتحدة. الكاسي جراندي إكستنسر كلاسيفيكيشن سيستم، هذا تصنيف، والكاسي جراندي بلاستيسيتي شارت، وأخيرا Unified Soil Classification System. وهو هذا راح يكون عبارة عن تجميع لما تم أخذه في المحاضرة. فراح نبدأ بالبداية بالإندكس بروبرتيز. ذو الفقار محمد حسن يقول صورة ماكو. إخوان الصورة قاعد تظهر عندكم، مفروض الصورة واضحة، ماكو مشكلة. الصورة موجودة، الصوت يقطع، أي خارج عن إرادتي إخوان. قاعد شو أسوي هسه؟ أسجل تسجيلي. التسجيل الأول هو التسجيل اللي موجود بموقع المودل، والتسجيل الثاني مستخدم برنامج الكامتاجيا حتى يصور من السكرين. فهذا من أني أرفع لكم إياه راح يكون صوت واضح ما بي أي تقطيع، بس إحنا كنا ناخذ المحاضرة بأي وسيلة. إن ما قدرنا نكملها بسبب خلل تقني ماكو مشكلة، بس هسه أنا أقدر أكملها. فالمحاضرة مسجلة يا أخوان، هسه تحاول تحصل اللي تقدر له هسه، وبالمراجعة راح تقدر تكمل بقية النقاط. زين، فللأسف هاي الأمور خارجة عن إرادتنا، وأني نفسي تعبت من عندها. ذاك اليوم أنا محاضرتين راحت، ضليت رجعت أسجل مرة ثانية وحدي ورفعتها، شو أسوي؟
انتم واحدة من المراحل، صوت مو واضح والصفحة كل شوية تفصل عندي، فما اقدر تاخذ محاضرة الانشاءات. هي المحاضرة المسجلة عندك، وسجل ملاحظاتك، وانا موجود دائما بالقسم. زين، مهما يكون هي المشاكل ما نقد يعني ما عندي قدرة انه احلها، يعني ماكو اي واحد يقدر يحلها الا وزير الاتصالات نفسه. زين اخوان، فالاندكس بروبرتيز يقول لك the various properties of soil are grouped under two heads. فالخصائص المختلفة للتربة ممكن ان يعني ممكن ان نخليها تحت مسميين رئيسيات. عندنا الاندكس بروبرتيز، والاندكس معناها المؤشر، الانديسيس مؤشرات، خصائص المؤشرة. وعندنا الانجينيرنج بروبرتيز، الخصائص الهندسية. الاندكس بروبرتيز مثل شنو؟ سبيسيفيك جرافيتي، بس النوعي، بارتيكل سايز ديستريبيوشن، توزيع الحبيبي للتربة، الكونسستنسي ليميت، وعندنا الانديسيز، وعندنا الدنسيتي اندكس واللي هو شنو؟ مؤشر الكثافة. الشيء الثاني هو الانجينيرنج بروبرتيز، اللي راح يكون عندنا البيرمابيليتي، النفاذية، سرعة حركة الماء في عينة معينة من التربة أو في وسط من التربة، كومبريسيبيليتي، الانضغاطية، والشير سترينث، مقاومة القص. والإندكس بروبرتيز أوف سويل هي الخصائص التي من خلالها نستطيع تخمين سيوتابيليتي أوف سويل، يعني مناسبة نوعية معينة من التربة للأساسات أو كمادة إنشاء. فشي يقول لك Index properties of soil are those soil properties which are mainly used in predicting لتخمين suitability، إمكانية استخدام تربة معينة كأساس لبناية أو كمادة إنشاء. فالجزء الأول بالIndex properties راح ناخذ البارتيكل سايز ديستريبيوشن، والبارتيكل سايز ديستريبيوشن بقسمين رئيسيات. الأول هو السيديمنتيشن ميثود، طريقة الترسيب، واللي هي هايدروميتر تيست، بعضكم يجوز يعرفها، واللي تستخدم تعتمد على قانون ستوكس لو. الجزء الثاني راح يكون هو شنو؟ السيف أناليسيس، التحليل المنخلي، واللي عادة يستخدم للكورس جرين سويل، للترب الخشنة. فراح نبدي بالجزء الأول اللي هو السيديمنتيشن ميثود، ونحاول نشرحه باختصار. فالسيديمنتيشن أو ما يسمى بالهايدروميتر ميثود is used only for fine soils، فواضح جدا من العنوان يستخدم للترب الناعمة. شلون يستخدم هذا؟ يقول لك حبيبات، إذا كان عندنا مثلا شو اسمه تيوب معين بمياه وبعينة من التربة، فيقول لك soil particles are allowed to settle from suspension. فإذا كانت عالقة عندك هذه حبيبات التربة في مثلا انبوب معين يحتوي على المياه، فنسمح لهذه الحبيبات انه تترسب، وبعد وبالتالي ايش راح يصير؟ decrease density of suspension is measured at time interval. طبعا هذه التجربة تحتاج الى وقت طويل جدا للفحص، ولذلك امكانية اجراءها بالمختبر صعبة، لانه كون تظل تقرأ كثافة او مع وقت خلال فترة 72 ساعة، كل 20 دقيقة أو كل نص ساعة راح أظل تقرأ قراءة معينة. بعض الأحيان يسووها بالمختبر لأغراض المعاينة للطلبة، ولكن هذه التجربة اللي تسوى بساعتين ما راح تكون أكيد دقيقة، تحتاج إلى تقريبا 3 أيام 72 ساعة. فشي يقول لك The decreasing density of suspension is measured at time interval، فإحنا كل وقت معين راح نقيس نقرأ قراءة. والsize are determined from settling velocity and time recorded، حجم هذه الحبيبات راح نوجدها من خلال سرعة الترسيب والوقت المسجل. زين، percentage between size are determined from density difference. زين، الفرق بين الأحجام هذا راح نوجده من خلال فرق الكثافات. هذه الطريقة كاتب لك this method is based on Stokes law، تعتمد على قانون ستوك، which the particle settle in a suspension، يعني يسمح للحبيبات الترسيب من المياه العالقة. وهذا القانون لا يطبق للحبيبات التي يكون حجمها أقل من 0.002 مليمتر. زين، شنو هو قانون ستوك؟ طبعا هاي مهمة، انتبهوا إلى هذا الحد، أنه القانون لا يطبق للحبيبات اللي حجمها أصغر من 0.002 مليمتر، 2 بالعشر تالاف من المليم،
وهو حجم صغير جدا جدا. الفيلوسيتي شلون ممكن نقيسها باستخدام قانون ستوك؟ V يساوي الواي على التي، وهذه الواي هي الترافل ديستانس، التي هو الزمن، ويساوي الجاما اس اللي هو اليونت ويت اوف سوليد بارتيكلز، كثافة الوزنية للحبيبات الصلدة، ناقصا يونت ويت اوف ووتر واللي هو الكثافة الوزنية للماء، على 18 نيو، النيو طبعا هي الفيسكوسيتي اللزوجة، وعندنا دي سكوير هو قطر الحبيبة، واحنا اللي يهمنا من هذه القصة كلها هو قطر الحبيبة، وبالتالي قانون القطر مال الحبيبة شو راح يكون عندنا؟ راح نشوفه بالصفحة القادمة. فش قايل لك؟ From hydrometer method the particle size distribution can be found by equation. فبارتيكل دايامتر دي تحت الجذر 18 في نيو على جاما اس ناقصا جاما ووتر في تحت الجذر الواي على التي. فالدي هو الدايامتر اوف بارتيكلز مثلا وحدات السنتيم، النيو هي الفيسكوسيتي اوف ووتر هي لزوجة الماء بوحدات غرام على السنتيمتر سكند، والجاما اس هي اليونت ويت اوف سوليد بارتيكل كثافة الوزنية للحبيبات الصلبة بوحدات غرام على السنتيمتر المكعب، وعندك الجاما ووتر هي الكثافة الوزنية للمياه بوحدات غرام على السنتيمتر المكعب. طبعا الماء المقطر بالحالة الاعتيادية يكون 1 غرام على السنتيمتر المكعب، هذه قيمتها. الواي ذا ديستانس ترافل، شقد المسافة اللي احتاجتها هذه الحبيبة حتى على مود تترسب، والتي هو its time بوحدات الثانية. الواي على التي طبعا راح تكون عندك الفي، لان هي الفيلوسيتي هي المسافة المقطوعة بوحدة الزمن، فممكن نستعيض عن ذلك بالفيلوسيتي بدلا من واي على تي. اكو سؤال؟ هذا بالنسبة للجزء الاول الهايدروميتر تيست باختصار شديد. اكو سؤال اخوان؟ التجربة ما ادري اذا كان متوفرة عندنا بالمختبر او لا، بس انا شرحتها، خل اخذ حضوركم اكثر من مرة اكون ناخذه حتى على مود تكون عندكم صورة. شو تسوي يا احمد؟ المهم هاي مسجلة، يعني انت من راح تيجي تشوف نسخة الفيديو اللي راح توصلك ما راح تكون متقطعة بهذا التقطع نهائيا، يعني مباشرة رأسا راح تقدر تفتهم كل التفاصيل اللي قاعد احكيها، بس انا قاعد اتوقف عسى ولعل انه قاعد تميزون الحكي. اكو سؤال اخوان؟ لو لا زالت هاي المشكله مال تقطع الصوت علي حسين علي، خلينا نشوف. جيد، خلنا ننتظر بقية زملائك. شوف الصوت كلش مو واضح. أي الصبح ما قدرت اليوم أكمل المحاضرة فما أستغرب. ها ويا يقول الأن شنو دكتور؟ الأن هي مو أن، نيو هذه، هذا رمز لاتيني معناها اللزوجة بوحدات رام على السكند سنتيمتر. اي اخوان حلها بسيط، انه شو اسمه تسجيل من الشاشه، قاعد اسجل لكم بس بالشاشه انا، فالصوت واضح راح يكون بالفيديو اللي راح اخلي لكم اياه راح يكون اكيد واضح. زين اخوان، هاي علي حسين هم فصل صار اوف لاين. اي فهذا حلها، حلها هو بالفيديو، رغم انه هذا متعب الموضوع بس قاعد اسويه. لزوجة الباي ثابته، خذ سؤال زيد، شو تقول انت راح تظل ثابته؟ انت شو تقول؟ خلي سؤال لك هذا، حاول انت تشوفه زيد وترد لي خبر على المحاضرة الجاية. سبب مرتضى يقول سبب عدم تطبيق القانون على الجسيمات الأصغر من 0.02، هذا حدود القانون الليمت. اي طبعا الليمت مال القانون، يعني ما يطبق بشروط معينة للتطبيق، بالضبط شروطه انه اذا كانت الحجم اصغر من هذا ما يشتغل هذا القانون، يحتاج الى وسيلة ثانية، طريقة ثانية. زين
تمام. هسه انتقل للسيف اناليسيز. طبعا انا اتصور السيف اناليسيز اغلبكم راح يعرفه شنو، يعني ما ادري اذا اخذتوه بالمختبر، ما عندي يعني فالتصور اذا اخذتوه للمختبر شنو الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه بصراحه ما اعرفها انا، ليش اقول لك يعني وفوق كل ذي علم عليم، انا لدي انه قانون ستوكس يطبق للحبيبات، يطبق في حاله الهايدروميتر تيست بالنسبه للحبيبات الناعمه، بس انا ما ادري اذا اكو حبيبات تربه اقل من 0.002 ملي، حقيقه هاي ما ادري ليش اقول لك، فما ادري بالطريقه الثانيه للامانه يعني، بس عادي اشوف لك بالموضوع اذا كلش بتعمل. هسه ناخذ السيف اناليسيز، عندكم سؤال بعد؟ هذا حسن كريم هم موجود اليوم على اساس مجاز، يلا هاي ابن الزينات هذه جيد. نكمل جيد، خلينا نشوف بس زميلتكم سمية قاعد تكتب حتى على مود اكمل. جيد فراح نكمل. عندنا جزء اخر من البارتيكل سايز ديستريبيوشن هو سيف اناليسيس التحليل المدخلي، وبهذا النوع تهيئ التراب بعد تكسير الكتل الكبيره بها preparation of soil by crushing the lumps كتل by meaning of wooden or rubber block، يعني بواسطه قطعه خشبيه ومطاطيه في البلوك مطاطي تكسر بها هذه التربه. بعدين then a suitable quantity of represented soil sample depending on the soil type is taken and seed. وبعدين ناخذ لنا فد كميه معينه من عينه التربه اللي موجوده عندنا اعتمادا على نوعها، وش نسوي لها؟ ننخلها نوديها على السيف اللي هو قطره 4.75 ملي. طبعا هذني سيت من السي بي يعني المناخل، عندنا سيف نمبر 4 10 20 40 60 100 و200. السيف رقم 204 مهمات جدا. رقم 4 طبعا هذا ترتيب تنازلي راح يكون عندنا، نبدي من الاكبر فتحه الى الاصغر. هذا ابو ال 4.75 ملي هو الفاصل بين التراب الحصويه والتراب الرمليه بين الجرافل والساند، هذا راح نعرف انه الحد الفاصل بيناتهم. اما السيف نمبر 200 فراح يكون الحد الفاصل بين التراب الرمليه والغريان والطين من جهة، التراب الرملية من جهة والغريان والطين اللي هي أقل من عدها من جهة، وراح تشوفون إنه قطر الفتحة راح يكون 0.076 ملي. وطبعا هذا بان اللي راح يصير به التراب الناعم، راح تنزل به التراب الناعم. زين شو يقول لك هنا؟ سيف على يعني راح نسوي راح ننخلها على سيف 4.75 ملي. The soil retained on the sieve is subjected to coarse sieve. التربة اللي راح تتبقى على هذا السيف رقم 4 راح نوديها الى سيف مناخل اكبر حتى على مود نصنفها انه تربة حصوية مثلا اذا بها كابلس يعني. فالسيت مال هذه المناخل هي 40 ملي، راح تشوفون انه هواي اكبر من هذا 20 و10 ملي. السيف التحليل المنخلي راح يكون به نوعين، عندنا الويت سيفينج وعندنا الدراي سيفينج. طبعا عادة بالمختبر احنا نستخدم الدراي سيفينج الجاف. الويت سيفينج هو يعني نعرض التربه الى عمليه غسل حتى على مود نتخلص من الحبيبات الناعمه. زين وبعدين شنو يعني يحدث هذا على سيف قطر الفتحه مالته يعني الفتحه مالته 60 ملي. اما بالنسبه للش اسمه للدراي سيفينج فهذه عمليه التحليل تحدث على حبيبات اكبر من 60 ملي، والسامبل يجب ان يعرض الى الهواء بحيث يكون جاف لانه قد يحتوي على محتوى رطوبي معين، خاصة انه احنا هذه التربة راح ناخذها من موقع معين، فبالتالي راح يكون بها محتوى رطوبة، وبعدين تحدث عملية شو اسمه تحريك لهذه المناخل على مود تحدث يعني على مود تصنيف ونزول الحبيبات على كل سيف من هذه السيفات اللي موجودة عندنا، وبالتالي شنو نكون نوزع هذه المناخل توزيع تنازلي من الأربعة إلى غاية الميتين حتى على مود نعرف محتوى كل واحد من عدهن أو وزن التربة أو كمية التربة المتبقية على كل سيف من ذني حتى على مود نشوف التوزيع الحبيبي شلون راح يكون عندنا.
بس احنا شلون راح نعرف هذا التوزيع الحميدي؟ من خلال الرسم. شلون الرسم؟ راح تكون عندنا حسابات معينة. هذا هسه عندنا فد شكل معين يبين عندنا التوزيع المنخفض. طبعا راح يبدي منا من التربة الأنعم الكلي طين سيلت الغريان ساند الرمل الجرافل الحصى والكابلوس اللي هي الجلمود واللي هو أصغر من حجم البولدرز. هذا هو الجريدينج كيرف، الكيرف اللي راح يكون عنده ويراويله توزيع الحبيبات عندنا. فعندنا نسبة معينة من عندها بالسيلت، نسبة بالساند راح تكون عندنا نسبة عالية جدا، ونسبة بالجرافل. الواي اكسس راح يكون نسبة العابر، النسبة المئوية للعابر من كل مدخل. الاكس اكسس هو راح يكون قطر الفتحة او الاوبنينج مال هذا الفتحة مالت المنخل، ولكن يجب ان ناخذ لها لوغارتم. اما نجيب ورقة سيمي لوغارتمية او ناخذ لوغارتم للفتحات مال السيبات على موتشيدو نرسم هذا الرسم. بس احنا مو شرط يكون عندنا هذا الشكل مالت السيب اناليسيس، يعني الجريدينج كير راح تكون عندنا اشكال مختلفه، وكل شكل من هذه الاشكال ممكن احنا ان نصنفه بطريقه معينه. فعندنا هذا الشكل. قبل ان ابدي بهذا الشكل عندكم سؤال على السيب؟ هذني اشكال مختلفه راح اشرح لكم كل واحد شنو يعني. عندنا 5 اشكال راح تكون اي بي سي دي اي. طبعا هذه أمثلة يعني على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر في قطية معينة. سؤال أكو أخوان؟ لو أكمل زين. فشنو عدة؟ عدة هذه الأمثلة. خلنا نأخذ المثال أي. هذا عندنا الكيرف اي راح يكون موجود عندنا بهذا الشكل. خلي احاول اكبر لكم الصفحه شويه على بود تشوف التفاصيل. زين شوفوا هنا عندنا هذا هنا موجود ضمن التربه الرمليه فقط، يبدي منا من جوه الى هنا. هذا ايش كاتب لي اني اي؟ يقول لك بورلي جريدد ميديوم ساند. فهذه راح تكون عندي نوعيه التربه رمل، انتهينا منها. بس بورلي جريدد، ليش بورلي جريدد؟ لأنه كل التربة راح تكون عندي تقريبا رملية، فأحجام الحبيبات متناسقة، وبالتالي راح تكون الفجوات بها كبيرة، فتقول عليها poorly graded، يعني ما مدرجة بشكل جيد، التدرج مالتها سيء. الامثال عليها مثلا الاستوراين والفلود بلين الوفيوم، ذني أنواع معينة من التربة هذه تسمياتها. هذا بالنسبة للجزء A. بالنسبة للبي، شوفوا الكيرف بي هذا اللي هو يمتد منا من الجرافل إلى السلت. إيش كاتب عليه؟ well graded gravel sand. ليش gravel sand؟ لأنه أغلب الحبيبات راح تكون بين السان وبين الجرافل، جزء من عدها بالسلت. وليش well graded؟ لأن راح تحتوي على سلت سان جرافل. فequal amount of gravel and sand تقريبا. فهذه والله جريدد، لا راح يكون عندي توزيع حبيبي متناسق، عندنا حبيبات صغار وحبيبات كبار، مثل ما شرحت لكم سابقا راح يحدث تداخل فيما بينها، وبالتالي حجم فجوات الهواء راح تكون قليله، وراح تكون التربه في حاله كثيفه، فنقول عليها والله جريدد. عندنا بالنسبه للنوع سي، شوفوا هنا هسه هذا بادي بس صاير بيزول هنا وبعدين راجع لنا، فبي كابلس وجرافل وساند. بس بالواقع ماكو جرافلز، ما دام اكو نزول بهالشكل هذا معناها ماكو حصى. فايش كاتب لك هنا؟ كاتب لك جاب جريد، يعني هذا اكو نقص تربه بالوسط موجوده، فراح يكون عباره عن السان والكابلس. فيقول لك جاب جريد كابلس ساند. نجي الى النوع الى الدي. الدي شو يقول لك؟ راح يقول لك اساندي سلت. هذا الدي موجود عندنا، فأغلب التربة اللي بي سلت فهي تربة غريانية سلت، بس راح نقول بي ساندي لأنه من بعدها يجي الساند، فراح نقول ساندي سلت. بالنسبة للتربة إي مثلا، هاي طبعا أمثلة مثل ما قلت لكم، هذا كل الشرح ضمن أمثلة. بالنسبة للإي فيقول لك سلتي كلي، غالبية التربة هي الكلي وبيها سلت سلتي كلي. فهذه الأمثلة عليها أكو
تربة اسمها لندن كلي أو أكسفورد كلي. فهذا مثال على طريقة فهم الكيربات الخاصة بالشلو الجريدينج. فهذا التيبيكال جريدينج كيرب، الأنواع الشائعة بهالشكل هذا راح تكون عندك. بس هذه كلها عبارة عن أمثلة. فأنت من ترسم وعندك حدود معينة للحبيبات راح تعرف إنه هذا شلو والله جريدد أو بورلي جريدد. أو ممكن جدا ببساطة أجيب لك رسومات وأخلي لك الساد والسيلت مثلا وأقول لك إيش قد المحتوى بالتربة الرملية بهذا الكيرف A أو الكيرف B وهكذا، هل هذه بورلي جريدد أو والله جريدد. فأنت جاوب وتعلل السبب بإجابتك، لأنه مثلا تقول بي والله جريدد لسبب بسيط أنه بيها محتوى من السيلت والساد والجرامر. مرة أخرى أخوان، سألني طالب، أنت حر في الإجابة بالنسبة للكلاميات، تقدر تجاوبها عربي تقدر تجاوبها إنجليزي، بعد مشكلة زين. أكو بعد خصائص معينة نحتاجها بالنسبة للجريدينج كير، شنو هي؟ الدي شيء اسمه الدي 10 دي 10 دي 30 دي 60. السلام عليكم دكتور، ماكو صوت، طبيت وطلعت وفشيتها ماكو، شو اسوي لك ايش بيدي لك؟ مرتضى، الاجابه شرح او وفق قانون معين. اجابه بخصوص شنو مرتضى سؤالك؟ ممكن توضح لي بلا زحمه حتى اقدر اجاوبك. مرتضى تسمعني؟ مرتضى إذا موجود أو غير موجود ما أعرف حقيقة يعني. زين فخلي نكمل. فعندك الجريدي كير، عندك الدي 10 الدي 20 الدي 60. الدي 10 هو شنو؟ تشوف 10% من العابر من التربة تجرب عنده خط أفقي قاطعة مع الكير، تنزل بخط عمودي راح تعرف القطر مال العشرة. فمعرف الكيا هنا يقول لك the maximum size of the smallest 10% of the sample، يقول لك أعظم حجم أو أكبر حجم لأصغر 10% من العينة. نفس الشيء بالنسبة للD30 والD60، تيجي 30% جر خط أفقي تقاطعها ويا كيرف تنزلها تطلع عندك D30. نفس الشيء بالنسبة للـ60، 60% من العابرة من المنخل قاطعة مع الكيرف تنزل تنزل بخط عمودي راح يطلع عندك دي 60. فعندك الدي 10 شنو هو؟ الافكتيف سايز، يسمى افكتيف سايز. راح تحتاج الى تعريفين يعني مصطلحين اخرين. عندنا اليونيفورميتي كوفيشنت، معامل الانتظام، هو عباره عن الدي 60 على الدي 10. وعندك الكوفيشنت اوف كيرفيتشر، معامل التقوس راح يكون سي سي او يسمى بعض الاحيان كوفيشنت اوف جريديشن سي كي، راح يكون دي 30 تربيع على المقام دي 60 دي 10. فهذا مثال هسه راح نحاول نحله. خلينا نشوف الاخوان. تمام خوش اخوان، عندكم سؤال قبل ما نبدا نحل هذا المثال؟ هذا مثال على شو اسمه البارتيكل سايز ديستريبيوشن، تطبيق مباشر. بس انا شنو يعني تارك لكم انكم انتم تكملوا، انا راح اشرحها هسه وانتم تكملوا بالنسبه لكم كواجب. كانما سؤال اكو اعيد يا هو اعيد القبله مال اليونيفورميتي قصدك والكوفيشنت اوف كيرفيتشر. نعم هذا راح يصير الاعاده مالته من ترجع للفيديو. انا قاعد اسجل فيديو، يعني لو ما اسجل فيديو شاد عدته، بس انت راح ترجع للفيديو راح تشوفه شنو هو. فدي 10 شو تسوي هي؟ يا ان شاء الله بسيطه، يعني 10% تقاطعها بالكيرف تنزل تشوف ايش قد قطر العشرة، 30% قاطعها ويا الكيرف شوف ايش قد الثلاثين، والستين قاطعها ويا الكيرف تنزل ايش قد تشوف القطر الستين. هاي كل بساطة القضية. سؤال اخر مو واضح تفاوت البي،
شنو قصد ضياء تفاوت البي؟ ما ادري شو ضياء، شنو سؤالك؟ ما افتهمته. يا علي يعني شنو الهن تأثير الدي عشرة؟ هم ما افتهمت سؤالك. يعني الدي عشرة اسمه effective size، نفس الطريقة انت تحسب الدي ثيرتي الدي ثلاثين او الدي ستين، 10% قاطعها بالكيرف، تنزل خط عمودي تشوف ايش قد قيمتها. ضياء اكتب سؤالك وانا بعدين ارجع لك، خلي احل لكم هذا المثال، لا بعدين يكتبين الموقع زين. فهذا عندنا مثال، ايش طالب منك هنا؟ يقول لك بلوت ذا بارتيكل سايز ديستريبيوشن اوف ذا فولوينج داتا، مطيك الويت اوف سامبل 500 غرام، جايب لعينه وزنها نص كيلو، نص كيلو غرام 500 غرام، ومطينا ذلي البيانات. طبعا اول اربع اعمده هذلي الاعمده المعطاه بالسؤال، هذلي اللي مظلل الاني باصفر هو الحل، بس انا ما مكمله، انتم راح تكملوا. فش مطينا السيف نمبر رقم المنخل من اربعه الى غايه ال 200 وبعدها البان اللي يصير به التربه الناعمه. الاوبننج مال السيف ايش قد بالمليم؟ 4.752 وهكذا. العمود الثالث ايش راح يصير عندي؟ يقول لك الويت اوف سي زائد ويت اوف ريتيند سويل، فهذا وزن المنخل زائد وزن التربه المتبقيه عليه، احنا مو قاعد ننخل ونحرك هذه المناخل بالاهتزاز، فراح تظل تربه معينه احجابها مثلا اكبر من هذا ال 4.75، فهذا الشيء اللي راح يكون عنده وزن المنخل زائد وزن التربه المتبقيه. العمود الرابع راح يكون عندنا وزن السيف وزن المنخل. شو نسوي احنا؟ نحتاج نضيف لنا اربع اعمده. العمود الاول اللي راح نضيفه نقول وزن ويت اوف ريتيند سويل، طبعا هاي شنو بالغرام مو بالمليم اخوان، رجاء صححوها هاي، فبالغرام هاي مو بالمليم. الوزن هذا شنو شلون راح يطلع عندنا؟ بكل بساطه العمود الثالث ناقص العمود الرابع، وزن التربه مع المنخل ناقصا وزن المنخل، فش راح يصير 531.2 ناقصا 521.5 حتى يطلع عندنا 9.7. نفس الشيء بالنسبة للقراءة اللي بعدها، راح يصير عندنا 429.5 غرام اللي هو وزن المنخل زائد وزن التربة المتبقية ناقصا وزن المنخل 390، فيطلع 39.5 وهكذا، وانتم تكملون بالنسبة لذني البقية زين. العمود الوراء يقول لك مجموع التربة المتبقية، المجموع التراكمي هذا راح نسميه. شلون نطلع المجموع التراكمي؟ بالنسبة لأول قراءة هي نفسها، هي عبارة عن القراءة بالعمود الخامس 9.7 اللي جاية من 531.2 ناقص 521.5 وهي 9.7 تطلع. نجيبها هنا. هنا عندك 39.5، زين القراءة الثانية شنو هي؟ عبارة عن الوزن الأول زائد الوزن الثاني، فش راح يصير عندنا 9.7 زائد 39.5 ويطلع عندنا 49.2، فنطلع المجموع التراكمي إلى أن يوصل عندنا بالأخير هذا المفروض 500 زين. النسبة المئوية للمتبقي ايش قد راح تطلعها؟ شلون راح تطلعها؟ زين احنا وين وصلنا اخوان؟ وصلنا الى هذه ده نسبة المئوية للصم اوف ريتين. هاي الشيء وش عندنا؟ عندنا هذه القيمة اللي قبلها 9.7 نقسمها على الوزن الكلي للعينة 500 غرام في 100% فتطلع عندي 1.94. نفس الشيء بالنسبة للقراءة اللي بعدها،
ايش راح تكون عندي؟ عندي المجموع التراكمي 49.2 نقسمه على 500 غرام وزن العينة الكلي في 100% يطلع 9.84، وهكذا تستمر بالنسبة لبقية النقاط. بالنسبة لنا العمود المهم هو العمود الأخير، طبعا هو واحد يعتمد على الثاني بس هذا اللي نحتاجه حتى نرسم الواي اكسس، لأن هو هذا الواي النسبة المئوية للعابرة percent of passing. كل بساطة راح يكون عبارة عن 100% ناقصا القراءة اللي هنا هي 1.94 ناقصا يعني بالنسبة المئوية للمتبقي على المدخل، ونفس الشيء بالنسبة للقراءة الثانية 100 ناقصا 9.84 وتطلع 90.16 وهكذا تكمل. زين أنا أريد أرسم، هو قايل بلوت the particle size distribution of the following data، شو أسوي؟ الواي اكسس راح يكون البيرسنت اوف باسنج، الاكس اكسس راح تكون اللوغاريتم مال الاوبننج مال السيب فتحات المنخل، فراح يكون عندي هذا الرسم. الواي اكسس هو النسبه المئويه للعابر، الاكس اكسس السيب اوبننج بالملي، بس تاخذ له بقي اللوغاريتم لكل اوبننج، او تجيب ورقه سيبي لوج وقبل ترسم بيها، فراح يكون عندي الرسم بهذا الشكل تماما. سأري بهذا السؤال طالب منك فقط الرسم، فبالنسبة لكم واضح أخوان بالنسبة لهذا السؤال؟ هذا السؤال واضح هسه؟ الحسابات شنو اللي بضللها بالأصفر؟ خلي أرجع للصفحة حتى أوضح لكم. زميلكم زيد يقول ناخذ للفتحات مال المنخل لوغاريتم 10، نعم هو هذا المطلوب صحيح، تاخذ لوغاريتم 10. فالسؤال ببساطه اربع اعمده موجوده عندك معلومات، سيف نمبر، السيف اوبننج فتحات، والوزن مال السيف زائد وزن التربه المتبقيه وزن السيف وزن المنخل. انت وراها تحسب التربه المتبقيه ايش قد بالغرام، بعدين المجموع التراكمي على كل منخل، بعدين نسبه مئويه، بعدين اخير شيء بالنسبه المئويه للعابره واللي هي راح تكون الواي اكسس. هذا راح يكون عندنا الرسم النهائي. اما تجيب ورقه نصف لوغاريتم وترسم بها مباشره بدون ما تاخذ لوغ، او تاخذ لوغ وترسم على ورقه اعتياديه اذا تريد. فهذا بالنسبه للمثال، يا ريت لو تكملون حله انتم. الصوت واضح يساعدكم اخوان، اريد اقول لكم على هذا المثال الاخر. جيد، فبالنسبة لك واضحة زيد، سؤالك بمحله نعم تاخذ اللوغاريتم 10 يروح ويجي، حلها قلنا احنا حلها بسيط، حلها بسيط التسجيل ماكو غيره، يعني هذا اللي اقدر اسويه غيره ما اقدر يعني. زين فبالنسبه ان شو اسوي لكم اخوان، هاي راح اسجل، هاي بسجل هاني صوره، ماكو صوره المفروض طالعه عندكم، ليش ماكو صوره؟ يمكن بس عندك علي حسين، بس يمكن عندك هاي القضيه صوره طالعه المفروض. اي حدث الصفحة بلكي تطلع عندك. المهم هسه شنو عندنا؟ هذا مثال آخر بس هذا المثال هومورك، يقول لك determine the percent of gravel G, sand S, silt M and clay of the soil A, B, C. عندنا ذني ثلاث كيرفات مال توزيع يعني grading، عندنا ال A هذا موجود، وهذا عندنا ال B وعندنا ال C أيضا. طبعا مخلي لك فوق الفتحات مال المنخل والتراب اللي عندك، عندك جرافل، عندك ساند، راح تكون سيلت وكلي. فبالنسبه للازرق هنا راح يكون عندك كلي، هنا راح يكون عندك سيلت هذا البنفسجي، هذا اللي تقريبا اصفر راح يكون هو الساند، وهذا اللي هنا راح يكون باللون البرتقالي هو الجرافل. فاريد من عندك تحسب لي
بالنسبة البيئوية مال الجرافل ايش قد بكل كيرف ذي الكيرفات الساند السيلت والكلي، وطبعا اكو قسم بالعدد ما راح تكون به نسبة كلي الاثنين اي مثلا تمام، بس البي والسي راح تكون به النسبة. فشوف شلون انت تعرفها هذه، هاي هنا البارتيكل دايامتر بالمليم واللي هو السيف اوبننج، وهذا عندك بيرسنت باي ويت، فهذا يا ريت لو تحاولون تحلوه. بالنسبه للسؤال واضح ان شاء الله، اللي عنده شيء خلي يجي لي ويراويني الحل حتى اوضح له اكثر، يعني انا موجود دائما بالقسم قلت لكم يعني. زين فنستكمل الان، عندنا شيء اسمه الريليتيف دنسيتي اللي هو الكثافه النسبيه. اخوان تحبون اعطيكم استراحه شويه لو اكمل امشي بالماده؟ تحبون استراحه شويه ترتاحون؟ اغلبكم يجوز جاي من الدوام، هذا تردون اعطيكم فد ربع ساعه مثلا ونرجع لو استمر بالموضوع. نكمل هاي التصويت للكل، هاي كمل جيد. فخلنا نكمل، عندنا شنو الريليتيف دنسيتي الكثافه النسبيه. هذا التصنيف يستخدم بالنسبه للتراب الحبيبيه او التراب الخشنه، فكاتب لك فور granular soils a useful way to characterize the density of such soil. فهذه طريقه حتى نعرف الكثافه مال هذه التراب، الريليتيف دنسيتي as طبعا يرمز لها بالرمز RD. فالريليتيف دنسيتي ايش تساوي؟ E max اللي هي maximum void ratio ناقص E natural اللي هي void ratio بظروف الموقع، على E max ناقصا E minimum واللي هي المينيموم void ratio في 100%. وممكن ايضا ان يكون بصيغة اخرى، بصيغة الكثافات الجافة اللي هي gamma dry max على gamma dry natural. طبعا واضح جدا انه الماكس انه هي اعظم كثافة، وهنا بالنسبة للناتشرال يعني اللي هي بالموقع الكثافة الموقعية في جاما دراي ناتشرال ناقص جاما دراي مينيموم على جاما دراي ماكس ناقص جاما دراي مينيموم في 100%. زين شنو تعاريف هذا الرموز؟ عندنا اي مينيموم، بس احنا متعودين فويد ريشو عندنا اي فقط اي، هنا صار عندنا اي مينيموم عندنا ماكسيموم، مفروض من الاسم واحد شوية يتخيل القضية. وطبعا ايضا بالنسبه للكثافه الجافه راح تكون عندنا مينيمم ماكسيمم ناتشرال. طبعا الاي مينيمم راح شنو تقابل الجاما دراي ماكس، والجاما دراي مينيمم راح تقابل الاي ماكس، لانه الاي معناها فجوات هوايه. زين فالاي مينيمم او مينيمم فويد ريشيو يقول لك فويد ريشيو اوف سويل ان دنسست كونديشن، فراح تكون الدبات في الظروف الكثيفه، في ظروف التربه الكثيفه تبعت تكون كثافه. الـ E max الـ void ratio of soil in loosest condition في الحالة المفككة، void ratio في حالة التربة المفككة. والـ natural يقول لك in place void ratio يعني بالموقع اللي هي الموقعية. الـ gamma dry minimum نفس الشيء، dry unit weight of soil in loosest condition في ظروف مفككة. الـ gamma dry max هي dry unit weight of soil في حالة الكثيفة densest condition. وعندنا جاما دراي ناتشرال هي ان بليس يونت ويت. فهذا التصنيف جدا مهم، نقدر نعرف من عنده كثافة التربة شلون؟ من خلال الجدول اللي راح يجينا بالسلايد القادم. هذا عندنا جدول بالنسبة للريليتيف دنسيتي. خلي نركز على العمود الثاني والعمود الثالث. العمود الثاني راح يكون عنده تراب مختلفة، فيري لوس مفككة جدا، تربة ضعيفة بها فجوات واي، لوس ميديوم تربة متوسطة، دينس تربة كثيفة، very dense تربة كثيفة جدا. الريليتيف دنسيتي ايش راح تكون؟ 0 الى 20، 20 الى 40 بالنسبة للوس، للمينيموم 40 الى 70. طبعا هذه درجات جدا مهمة، فممكن اقول لك عندي تربة بالموقع بحالة ميديوم مثلا الى دينس، ايش قد الرينج مال الريليتيف دنسيتي؟ راح تقول لي من ال 40 لل 85 بكل بساطة، لأن هنا راح تبدي بدأ المينيموم مال الميديوم وهذا الماكسيموم مال الديتس. فعندك 70 إلى 85 للديتس، وبالنسبة للفيري ديتس راح تكون 85 للمية بالمية. وطبعا راح يكون شنو؟ راح تكون العلاقة عكسية مع البوروسيتي، لأن كل ما زادت الفجوات كل ما كانت التربة يعني
أقل كثافة أو مفككة. فشوف بالنسبة للحارة الأولى راح تكون عندك من 80%، طبعا هي ما توصل للمية. وبالنسبة للحالة الكثيفة راح تكون أقل من 15%. المطلوب العمود الثاني والثالث بدي مهمات جدا، لازم تعرف. بدي أقول لك الرينج بالنسبة للدوس لازم تقول لي بالعشرين إلى أربعين، هاي مهمة. زين، هذا بالنسبة لنا للتصنيف التراب الحبيبية، وطبعا هذا واضح جدا. ريليتيف ديتسيتي راح استخدم ويا شنو؟ ويا تراب الحبيبية، يعني تراب الرملية. هذا ما استخدمه ويا التراب الناعمة اللي هي شنو؟ سيلت والكلي. زين، بالنسبة للسيلت والكلي ايش راح تسوي في الحالة هذه؟ راح نستخدم التصنيف الآتي اللي هو يسمى consistency of soil. consistency يعني التناغم أو تناسق التربة، بس هذا يعني ترجمة حرفية ما راح تشتغل كلش. فقبل الـ FDP عندكم سؤال عن relative density؟ اكو سؤال عندكم عن relative density؟ هذا الموضوع شوية راح نطول به consistency، بس هم مهم، مهم جدا يعني. هذين كلهم راح يصيرن تجميعة الى Unified Soil Classification System. اكو طلاب نهائيا ما يكتبون، معقولة مثلا فاتحين الاتصال ورايحين انا ويا صباحي اشيك، بس ما معقولة يعني اشيك وياكم اصيح بس بقى حتى اشوفها وياي حاضرة لو لا. لا لا شقا وياكم مو هيك، بس هيك اردت اشوفكم يعني. تمام، مرتضى عامر يقول مو واضح دكتور، لو واضح هسه. جيد جيد صحيح زين. فخلي نكمل بالنسبة للconsistency. يقول لك in case of fine soils، وهذا الشيء اللي معناها التراب الناعمة، فراح يكون قبل يقول تراب ناعمة دائما تتخيل في يتبادر إلى ذهنك إنه هذه هي السيلت الغريان والكلي. بالمناسبة بعض الأحيان قد يشوفون في شيء اسمه اللوم LOAM، هذه عبارة عن تربة مختلطة، يعني يقول لك it's a mixture of sand, silt and clay، يعني تربة مختلطة هاي كأنما. زين، يقول لك بالنسبة للتراب الناعمة the shape of the particle rather than the size that has the great influence on engineering properties. يقول لك في هذه النوع من التراب الشكل مال الحبيبة راح يكون له تأثير أكبر من الحجم. شلون؟ الكلي سويل مثلا has flaky particles، يعني شكل فلات وسطح، وبالنتيجة راح تلتصق بها حبيبات مي، وهذا راح يأثر عليها وراح يصير تركيز على خاصية البلاستيسيتي. زين، ف the properties of clay soil يعني بيها فت خصائص معينة. شنو هذه الخصائص؟ الكوهيجن التناسق والكومبريسيبلتي depend on the natural on their natural consistency، فتعتمد على هذه consistency تناغم مالتها. فعندنا حدود معينة راح نستخدمها حتى على مود يعني تصنف التربة بالنسبة للconsistency. Several consistency limits were devised by Swedish soil scientists. شو اسمه هذا السويدش؟ عالم التربة السويدي أو العالم الكيميائي، هو كيميائي أيضا، اسمه أتربير. شنو هذه الحدود؟ راح تكون عندنا شيء اسمه liquid limit ويرمز له بالرمز LL أو WL، وعندنا وترجمته هو حد السيولة، وعندنا البلاستيك ليميت ورمزه راح يكون PL أو WP واللي هو حد اللدودة، وعندنا الشركج ليميت اللي هو حد الانكماش ويرمز له بالرمز SL أو WS. هذني هن ثلاثة الشلو، هن عبارة عن water content معين، بس هذا الووتر كونتينت تختلف مقاديره. فخلي نجي خلينا نشوف للليكويد ليميت حد السيوله شو يقول عليه. يقول this is the water content، محتوى الرطوبه، at which the soil will behave like، بحيث التربه تتصرف like a viscous mud، طين لزج او وحل under its own weight، لانه
لأنه المحتوى الرطوبي راح يكون عالي جدا، فراح تكون عند التربة بشكل واحد كأنما تغطي لزج. طبعا احنا راح نضيف هذا المحتوى إلى أن نوصلها إلى هذه المرحلة. ومن الواضح جدا أنه هذه تشتغل بالنسبة للتربة الداعمة، لأن احنا إذا مهما ضفنا ماء إلى تربة رملية محتواها أكثر هرمون ما راح يصير بها شيء، ما راح يصير بها حد سيولة أو ندولة، راح يصير مثل الشوربة. زين، البلاستيك ليبيد يقول لك ذا ووتر كونتنت، محتوى مائي، إذا هو أيضا ووتر كونتنت، محتوى رطوبي معين. At which sample of soil can just rule، أنه عينة التربة ممكن نسويها رولر هيجي على شكل خيط قطرة تقريبا 1 إنج، 1 على 8 من الإنج، 1 على 8 من الإنج without breaking، بدون أن يتفتت. طبعا هذه سووها بالتجارب والمختبر بحيث توصلوا إلى هذه الطريقة، وأكو تجربة بالمختبر المفروض تسووها، أصور الجهاز موجود. زين، الشرنكج ليميت شنو هو؟ يقول لك the water content at which the soil does not contain to shrink، يقول لك هذا المحتوى الرطوبي اللي تتوقف بالتربة على الانكباش عندما تفقد مزيد من الرطوبة. زين، احنا هذه التعاريف شلون ممكن نعوضها في شارت بسيط او رسم بسيط، راح نشوفها بالصفحة اللي بعدها. هذا عندنا هنا، عندنا شيء اسمه ليكويد ستيت حالة السائلة، بلاستيك ستيت حالة البلاستيك، سيمي سوليد ستيت والسوليد ستيت. وطبعا هنا عندنا سهم increasing of water content، كل ما تزود الwater content عندنا حبيبات صلبة، نخلي لها شوية مي راح تصير semi solid state، نزودها بشوية مي راح تتحول إلى الحالة البلاستيكية plastic state، تزود المي راح تكون في حالة liquid state كأنما fluid راح تصير عندنا. شنو الفواصل بيناتها هذه؟ عندنا liquid limit يعني هو أعلى محتوى مائي بيناتهم حد السيولة، عندنا plastic limit واللي هو راح يكون بين البلاستيك ستيت والسوبر سوليد ستيت، وراح يكون عندنا الشرنكج ليميت اللي هو بين السيمي سوليد ستيت والسوليد ستيت. زين، فالكونسستنسي هي ترمز لسهولة تشوه التربة. زين، وتستخدم لقياس درجة صلابة التراب الناعمة. زين، بالنسبة إلى محتوى رطوبي معين. فهذا الرسم راح يوضح لنا هذه القصة كلها، هذا الكلام والسرد اللي حكيناه توضح بهذا الرسم اللي موجود عندنا. زيادة محتوى مائي، أربع حالات عندنا: solid state، semi solid state، plastic state، وliquid state. راح يكون عندنا shrinkage limit بالبداية، نزود المي راح يكون plastic limit، نزود المحتوى المائي راح يكون عندنا liquid limit. زين، زيادة المي شلون راح يأثر على الفوليوم تشينج، تغير الحجوم، راح يتبين عدنا بهذا الرسم. هذا رسم الواي اكسس راح يكون بالاكس اكسس راح يكون الووتر كونتنت، والعدك الواي راح يكون الفوليوم. طبعا هذه منا الى هنا هي شنو المحتوى الرطوبي الحقلي، فراح نبدي اول البداية بالسوليد ستيت، نزودها راح تصير سيمي سوليد حجم مال العينة، بعدين راح نزود المي راح يصير بلاستيك توصل لهنا، بعدين اخير شيء راح يصير ليكويد ستيت. الحدود الفاصلة بينات هذا دبليو ال معناها ليكويد ليميت، هذا هنا الووتر كونتنت الحقلي، هذا هنا البلاستيك ليميت دبليو بي، او يعني انتم تدون الى رمزية بي ال، وعندك الدبليو اس او شيدو او الاس ال هو الشرنكج ليميت. فهذه هي التغيرات الحجمية اللي راح تصير في العينة. زين، عندنا تسويات أخرى، بس قبل هاي التسويات عندكم سؤال؟ حد الانكماش، نعم. أي سيمي سوليد، سيمي سوليد ستيت يعني لا يعني شنو زادت فيها من زود الرطوبة مالتها نقول عليها سيمي سوليد. أكو شغلات ترى ما تترجى بترجمة حرفية أخوان. أنا هسه مرات تشوفوني من أحكي هيك الشغل اللي أصفر بيها، لأنه هي هاي مو ترجمة اعتيادية، هاي ترجمة مصطلحات علمية. هسه الكونسستنسي روح شوفها، راح ناخذها بالفصل الثاني بالستركتشر، طريقة تناغم الإزاحات عندنا هنا نستخدمها تناغم، ما تستخدم بهذا المصطلح. زين، فحاولوا أيضا المصطلحات تظل ببالكم، أنا أركز عليها دائما المصطلحات أو أضلل عليها، أخلي لها أما بلون غامق أو أسويها بولد بالكتابة
حتى على بود تركزون عليها حتى العلاقات. المحاضرة هاي جدا مهمة أخوان، جدا 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 مهمة. دكتور المخطط مطلوب أكيد الأخير، يعني قصدك لحظة واحدة، يعني قصدك هذا المخطط، هذا السؤال هذا اللي تقصدي سيمي، يعني شبه سيمي، شبه أو نصف. محمد لطيف، سيمي معناها شبه أو نصف. سمير القصدي هذا المخطط مع الفوليو تشيج، هذا المخطط جدا بسيط، مخطط تقريبي ما بي أرقام، يعني ما أعتقد صعب، فأي ممكن ينطلب بس ما بي أرقام، يعني ما راح أكون كلش أدقق بي. المهم أنه تبيني لي الحالات، بس الرسم اللي قبله أهم منه برأيي يعني. الرسم اللي قبله، شوفوا هسه الرسم اللي قبله هذا هنا، هذا أصلا مو رسم، هي عبارة عن كتابة أنا مرتبها: liquid state, plastic state, semi solid state, solid state، وبيناتها الwater content والcrease الwater content. هاي تبين لك كل القصة. أنا في رأيي إنه هاي أوضح قضية. ذاك هناك يزداد الحجم، طبيعي يزداد لأن أنت راح تضيف مي للعينة، فحجمها راح يزداد. لا، كل عينة تربة لها طبيعة معينة، وهذه هي صعوبة مادة التربة. كل عينة تربة، كل نموذج تربة لها طبيعة معينة يختلف عن الثاني. انتم تسوون واهس تسألوا ذولا صباحي، ماكو كل شي، ماكو. خليني استكمل الان. فبالنسبه ان اكو تسميات اخرى، عندنا شيء اسمه البلاستيسيتي اندكس، البي اي او الاي بي. فهذا هو شنو البلاستيسيتي اندكس؟ هو عباره عن الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. كاتب لك ذا رينج اوف ووتر كونتنت اوفر ويتش ذا كلي از بلاستيك، يقول لك هذا الحدود مال الووتر كونتنت، المحتوى الرطوبي واللي يكون الطين في حاله بلاستيكي. عندنا تسمية أخرى اسمها Liquidity Index LI أو IL، وهذا إلى علاقة بالNatural Water Content of Clay، يعني المحتوى الرطوبي الموجود بالموقع بالنسبة إلى Liquid والبلاستيك Limits لحد السيولة ولحد اللدونة. فالLiquidity Index إش راح يصير عندنا؟ صير W ناقص BL، W هو Water Content الحقلي ناقص البلاستيك Limit على Liquid Limit ناقص البلاستيك Limit، أو ممكن نقول عليه يساوي الwater content ناقص البلاستيك ليميت على plasticity index. plasticity index شنو هي؟ عبارة عن liquid limit ناقص البلاستيك ليميت. زين، شلون ممكن نصنف التربة اعتمادا على liquidity index؟ عندنا هاي الحدود. إذا liquidity index أصغر من صفر فهذه لون بلاستيك solid state، إذا كانت بين الصفر والواحد فهذه plastic age، إذا كانت أكبر أو يساوي واحد soil act as fluid، نعمل وياها كمائع بكل بساطة. زين، مصطلحات أخرى أيضا عندنا. عندنا الفلو إندكس، طبعا هذا غير شائع الاستخدام. التفنس، الأكتيفيتي أوف كلي هذا مهم. الكونسيستنسي إندكس، عندنا الآي سي. الكونسيستنسي إندكس الآي سي هذا إيش راح يكون؟ عندنا ليكويد ليميت ناقص الووتر كونتنت بالظروف الطبيعية على البلاستيسيتي إندكس، هذا القانون هنا. فإذا كان عندنا الـ IC يساوي واحد، إذا كان عندنا الـ IC يساوي واحد هذا بلاستيك رينج، إذا كان يساوي صفر ليكويد ستيت، إذا كان نيجاتيف أيضا ليكويد ستيت، إذا كان بوزيتيف وأكبر من 100 سيمي سوليد أند سوليد ستيت. بس هذا غير شائع الاستخدام. عندنا الفلو إندكس هو شنو؟ يقول لك السلوب أوف فلو كيرف. شلون الفلو كيرف بيصير عنده؟ الفلو كيرف هو عبارة عن رسم مال الووتر كونتينت ضد عدد الضربات اللي أثناء ما تطلع الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت بالفحص المختبري، وهذا راح يكون على اللوج سكيل. التفنس ايش راح يكون عنده؟ عنده راح يكون الاي بي اللي هو بلاستيسيتي بلاستيسيتي اندكس على الفلو اندكس. زين،
بس ذني شنو ذني الثلاثة اللي هسه حكيتها ذني غير شائعة باستخدام الاكتيفيتي هو المهم. زين الاكتيفيتي قالوا للاكتيفيتي اللي خاص بالطين ايضا هو راح يكون خاص بالطين هو A يساوي بلاستيسيتي اندكس البي اي اللي هاي راح نعرفها شلون ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت اخذناها بهذا القانون على النسبة المئوية بالوزن العابرة من 2 ملي. فايش قايل لك هنا يقول لك because the great influence in surface area bare mass with decreasing particle size واللي احنا قلنا بالنسبة للتراب الناعمة الشكل راح يكون مؤثر اكثر من حجم الحبيبة. It might be expected that the amount of attached water will largely influence by the amount of clay. فاحنا مو قلنا شكل الحبيبة مال الطين هي فلاكي فراح تلتصق فيها عدد بالحبيبات الماي وهذا راح يتأثر بنسبة الطين اللي موجودة بالعينة. فالعالم سكيمبتون بال 1953 observed the plasticity index of soil decrease يقول لك البلاستيسيتي اندكس مال التربة يزداد زيادة خطية مع نسبة الطين زين واللي هو النسبة المئوية للفاينر than 2 million by weight. فإذا طلب من عندك الاكتيفيتي لازم يكون عندك بلاستيك ليميت وليكويد ليميت على مود البلاستيسيتي اندكس ويعطيك نسبة العابر مال الطين أو نسبة الطين شقد بالعينة زين. وراح نحل راح نشوفها مثال الآن طبعا المثال بترك لكم لأنه تطبيق مباشر حقيقة زين. شلون احنا نصنف التربة بالنسبة للاكتيفيتي هسه احنا استخرجنا قيمة الاي خلنا نفرض ان احنا قيمة الاي عرفناها بس شلون اصنفها تربة شلون اصنفها اجي هنا اشوفها يقول لك شنو activity is used as the index for identifying the swelling potential of clay soil swelling الانتفاخ اللي يكون بالتربة حتى على بود نشوف اذا هذه التربة قابلة للانتفاخ او لا. Typical value of activity for various clay mineral are table below. فهو هذا التيبل عندنا. إذا كانت قيمة الأي الأكتيفيتي أصغر من 0.75 فهذا نقول عليه inactive clay طين غير فعال. إذا كان من 0.75 إلى 1.25 فهذا راح يكون عندنا normal clay هذا راح يكون عندنا طين شنو طبيعي. إذا كان أكبر من 1.25 فراح يكون عندنا طين فعال. فهذا هو التصنيف اللي راح نستخدمه بالاكتيفيتي. شوفوا عند العديد من التصنيفات وهذه كلها راح تتجمع باليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم زين. لو كان الامتحان حضوري اكو بعض الامور راح تعطى لكم بعض الامور راح تنحفظ هذا مثلا ما راح اعطيه في الامتحان لازم انت تعرفه هي ثلاث ارقام هي رقم 0.75 و 1.25 فانت لازم تعرفها ما يراد لها قصه او صعوبه. سمثال هنا وهذا راح اترك لكم اياه للبسيط جدا. السويل هاز ليكويد ليميت 85% بلاستيك ليميت 48% الووتر كونتينت اللي بالموقع 65 والاتس كلاي كونتينت ايكوال تو 37% يقول لك كلاسيفاي ذا سويل اكوردنج تو اكتيفيتي اند ليكويديتي اندكس. بالنسبه للليكويديتي اندكس يا اخوان هذه هنا مباشره تطبيق مباشر الووتر كونتينت معطى بالسؤال ناقص بلاستيك ليميت على بلاستيك ليميت ناقص على ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت مباشرة زين. في الووتر كونتينت ايش قد هذا هنا 65 ناقص 48 على 85 ناقص 48 مباشرة طلعت عندك القيمة تيجي تشوف هنا بالتيبل ايش قد تطلع عندك خلاص. الاكتيفيتي بلاستيسيتي اندكس نقول ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت على نسبة الطين ايش قد نسبة الطين 37%. من تطلع قيمة الـ A راح تشوفها يا هي ضمن هذه القيم راح تقول inactive clay أو normal clay أو active clay مباشرة بكل بساطة. أكو بعض الأسئلة إجاباتها تكون قصيرة معادلة واحدة وتجاوب رأسا فهذا واحد من الأمثلة مثلا زين. أكو أسئلة ساعدكم الصورة ثابتة هسه انتبهت الصورة ثابتة مع ذلك مسجلة هي